بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الفصائل العربية الثورية ضمن القوات الثورية المشتركة في شمال سوريا. إلى الشعب السوري الأبي، أيها الأحرار في العالم أجمع، لقد ثبت للعالم أجمع بأن تركيا دولة داعمة للإرهاب ودولة الاحتلال، فكما ترون الآن في قواتنا تقارع إرهاب داعش في عاصمة دولتهم المزعومة ألا وهي الرقة. يقوم جيش الاحتلال التركي بقصف المناطق الآمنة في شمال سوريا المأهولة بالسكان، وتحشد قواتها للقيام بعمل عسكري واحتلال المزيد من الأراضي السوري، وكل هذا دعما لداعش الذي شارف على الزوال. نحن الثوار العرب ضمن القوات الثورية المشتركة نحذر تركيا ومرتزقتها من قصف مناطقنا تحت أي ذريعة كانت، فقد عرف السوريين أطماعكم وإجرامكم ومآربكم الدنيئة من هتك الحرمات وقتل وتخريب البنى التحتية ونهب الأموال ونشر الفساد وسياسة تهجير أهلنا في مناطقهم. ولقد عرف الشعب السوري جيدا بأن تركيا هي من تدس الفتن الطائفية والخلافات بين مكونات الشعب في سوريا، وبالأخص بيننا وبين الأخوة الأكراد. ونحن من جهتنا نؤكد للعالم على الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكردي، فعلى مر الأزمان كنا ولا زلنا في خندق واحد نحارب الإرهاب والاحتلال بكافة أشكاله ومسمياته، وسنصد سويا الاحتلال العثماني الجديد، وسندافع عن سوريا بكافة الوسائل والطرق المتاحة. ونؤكد لكل السوريين الأحرار والوطنيين بأن كل من يقاتل ضمن القوات الثورية المشتركة وقوات سوريا الديمقراطية هدفهم الأساسي هو صد العدوان وتحرير كامل سوريا من الإرهاب، وليس الهدف إنشاء دولة انفصالية كما يزعم البعض وعلى رأسهم تركيا. وأخيرا، نهيب بأهلنا وشعبنا السوري بجميع أطيافهم أن ينتفضوا بوجه هذا الاحتلال الأردوغاني الغاشم، ونعاهد شعبنا بالتصدي لهم بكافة الطرق ولكل من تسول له نفسه بالمساس والاعتداء على أراضينا وشعبنا. عاشت سوريا وعاشت أخوة الشعوب. 5/7/2017.